قمة الحكومات بمشاركة بارزاني منصة مثالية لتطوير الابتكار. شركاء القمة العالمية للحكومات 2023 يعتبرون الحدث العالمي أصبح منصة متفردة في بناء مستقبل أفضل للبشرية. هذا المستقبل يتم من خلال تبادل الخبرات والمعارف حول أهم الموضوعات التي تهم الحكومات والمجتمعات. القمة هي جمع عالمي لقادة الحكومات والسياسيين، وعلى رأسهم مسرور بارزاني الذي يشارك إلى جانب صناع القرار لتعزيز دور الحكومات من أجل صياغة ملامح مستقبل أفضل للبشرية. القمة منصة معرفية شاملة لاستشراف وصنع المستقبل وتمكين الحكومات الساعية للارتقاء بأدائها. القمة توفر فرصا لتبادل التجارب والخبرات مع العالم، وخاصة في مجال التحول الرقمي. تواصل القمة العالمية للحكومات دورها في المساهمة بإيجاد حلول مبتكرات لمواجهة مختلف التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. القمة أضافت لصندوق التنمية المستقبلي الكثير من الخبرات والتجارب الغنية، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين من مؤسسات التمويل الدولية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة لمختلف شعوب العالم.